صباح الخير للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم وفي هذه الأرض الطيبة في سلطنة عمان في قهوة صباح. أنا سعيد جدا اليوم، كثير من الفعاليات والمناشط، وقريب راح تكون طبعا السنة الجديدة بإذن الله تعالى. أولا اليوم الخليجي لذوي الإعاقة، طبعا يصادف طبعا كانت في مدرسة بهلة، كان أمس في حفل للطلبة الدامجين في المدرسة، كانت حفلة رائعة فيها مناشط كثيرة، فعاليات مختلفة كانت موجودة، وكان شعارها منا وفيكم. هذه أيضا إن شاء الله راح نشوف كثير من الفعاليات حضرناها لكم كذلك. أيضا بالنسبة لأسبوع أو يوم الإعاقة الخليجي اليوم، كذلك ضيفتنا الأستاذة مطلوبة بنت خلفان البلوشية، نعم هي عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية لذوي الإعاقة، ما شاء الله لديها مناشط وأعمال كثيرة جدا لمساعدة المجتمع وأيضا ذوي الإعاقة في السلطنة. طبعا اليوم العالمي لذوي الإعاقة طبعا راح نتكلم عنه كذلك. أول شيء نصبح على الأستاذة مطلوبة، صباح الخير. صباح النور أستاذي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا على هذه الاستضافة الطيبة في تلفزيون سلطنة عمان اللي هو قهوة الصباح. نعم، طبعا موضوعنا اليوم عن الجمعية العمانية ذوي الإعاقة، طبعا باستمرار سنويا هي تحتفل بيوم المعاق العالمي اللي صادف 3 ديسمبر، وأيضا هذه الفعاليات والمناشط نتكلم عنها اليوم. طبعا اليوم العالمي لذوي الإعاقة طبعا اللي هو 3 ديسمبر، تحدثينا عن هذا اليوم أستاذة مطلوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة اللي هو يصادف في يوم 3 ديسمبر من كل عام، تحتفل فيه دول العالم وطبعا من ضمنهم سلطنة عمان. بس بسبب الجائحة للسنتين الماضيات طبعا ما في أي احتفالية، بس إن شاء الله في الأيام القادمة أو هذه السنة إن شاء الله في احتفال بيصادف إن شاء الله بإذن الله تعالى 15 ديسمبر يوم الأربعاء القادم. نعم، هذا شيء رائع جدا أن إن شاء الله تكون هناك في فعاليات في هذا اليوم. بالنسبة لرعاية الحفل والفعاليات الموجودة فيها أستاذ مطلوبة، إن شاء الله بيكون رعاية الحفل تحت رعاية معالي الوزيرة ليلى النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وبالإضافة للحضور المدعوين إن شاء الله. جميل جدا. أيضا بالنسبة لليوم الدولي لذوي الإعاقة، الأهداف التي رسمت من خلال هذا اليوم، وما هي الاستفادة كذلك من خلال الاحتفال بهذا اليوم؟ الأهداف هو إعطاء الأشخاص ذوي الإعاقة الأهمية الكبرى في هذا الموضوع، لأنهم هم أصحاب الشأن هذا والأولوية لهم طبعا. جميل جدا. أيضا كذلك بالنسبة للفعاليات اللي راح تكون في هذا اليوم، وأيضا المناشط، وأيضا التعاون، وأيضا المؤسسات والجمعيات الأخرى والمجتمع، البرامج المحددة لهذا اليوم أستاذة مطلوبة. البرنامج المحدد إن شاء الله بإذن الله تعالى بيكون في فقرة بسيطة تضم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وفي عندنا طبعا من المكفوفين جمعية النور للمكفوفين، وبالإضافة للجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية رعاية الأطفال المعوقين. جميل جدا. طبعا الجمعية العمانية ذوي الإعاقة وأيضا جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة، يعني بالنسبة للإنجازات التي حققتها الجمعية خلال الفترة الماضية كذلك، تحدثينا عنها. الإنجازات اللي حققتها الجمعية طبعا حققت اتفاقيات، مناشط اللي هي كانت في فعالية طبعا أو اتفاقية كانت مع بلدية ظفار اللي هي إزالة حواجز الأشخاص ذوي الإعاقة،
وغيرها من الأهداف. جميل أيضا. طبعا هناك فعاليات راح تكون أيضا تاريخ 15. الفترة هذه طبعا الفترة بالنسبة هل هناك فعاليات أخرى أيضا في الولايات أو المحافظات الأخرى تتعلق بهذا اليوم؟ بتكون في فعاليات طبعا في بعض المدارس اللي هي في جنوب الباطنة تخص الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركة بعض الطلبة في المدارس. في بكرة عندنا إن شاء الله فعالية في مدرسة في ولاية بركة وفيها أطفال ويحتفلوا بيوم المعاق. ما شاء الله أعمال رائعة ومختلفة وأيضا تعاون مع مختلف الجهات تخص ذوي الإعاقة، وهذا مهم جدا أيضا أن احنا أيضا ننشر الثقافة والوعي لدى المجتمع لمختلف الجهات وأيضا التعاون معهم ودعوتهم للمشاركة في مثل هذه الاحتفالية. بالنسبة كذلك أيضا التحديات اللي الآن مثلا تواجهوها كذوي إعاقة، وأيضا كيف أنتم تواجهوا هذه التحديات وإيجاد الحلول لها؟ التحديات كثيرة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن بالاهتمام بالسعي نحو هذا الحمد لله رب العالمين، يعني لا إعاقة مع الإرادة. طبعا بالإضافة إلى ذلك أيضا هناك طبعا من جهات حكومية من مؤسسات بحيث أن يتم التعامل معهم أيضا وأيضا التحاور معهم في كيفية تهيئة الأماكن وأيضا كل الظروف أيضا للتوافق أيضا مع رؤية عمان 2040. بخصوص التحديات وبخصوص الظروف والهذا، في يعني مثل ما حدثكم سابقا في اتفاقية بيننا وبين بلدية ظفار، طبعا هذه الاتفاقية تزيل الحاجز لأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية السياحية ومن ناحيات الأخرى. ممتاز جميل جدا. الآن بالنسبة لسلطنة عمان تهيئة الظروف الكاملة بالنسبة للسياحة، هل هي هناك متهيئة أو هناك ظروف معينة بالتحديد ممكن الإشارة إليها؟ والله من ناحية الظروف أو التهيئة لحد الحين الحمد لله رب العالمين، يعني بس في ملاحظات بسيطة ولازلنا نحن قائمين بهذا العمل إن شاء الله، ومع الأيام والسنوات إن شاء الله القادمة بيكون كل شيء، ما في أي صعاب ولا أي ظروف إن شاء الله. ممتاز جدا. إن شاء الله تكون كل هذه الظروف متهيئة بحيث أن تحقق رؤية 2040 للسلطنة. أيضا راح نشاهد مواد وفعاليات من خلال هذا المقطع إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله طبعا المعاقين قادرون على تحدي الصعاب وعلى كل شيء بإذن الله تعالى. نعم. طبعا هذه المناصب هي في اليوم الخليجي لذوي الإعاقة نشر الصم. مثل ما شاهدتوا مشاهدينا الكرام الأطفال وأيضا جميع الحضور، كان أيضا فعاليات من جهات مختلفة، من أيضا الزي العسكري للشرطة، وأيضا كل هذه المعلومات أيضا توعي المجتمع. وأيضا نشكر جميع القائمين على هذا النشاط وعلى المدرسة بهلة على هذا النشاط الرائع.
المترجمة أيضا هناك كانت مشرفة على هذا النشاط، وأيضا كل القائمين على هذا النشاط بدمج ذوي الإعاقة في هذه المدرسة، وكان رائع جدا، وكثير من الحضور كانوا يعني رائعين وأيضا استمتعوا بهذه الفعالية. الآن سؤالي أيضا للأستاذة مطلوبة، كيف ممكن أيضا بالنسبة للجنة، لجنة الجمعية في أيضا التعامل مع رؤية عمان 2040؟ بخصوص اللجنة عندنا عدة لجنات أو لجان بالمعنى الأصح. طبعا نحن ماسكين لجنة إزالة الحواجز كوني أنا عضو في مجلس الإدارة، فالحمد لله رب العالمين، يعني أسعى وأزور بعض الصعاب اللي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة، ونقوم بتهيئتها جميل جدا، ما شاء الله عليكم، الله يعطيكم الصحة والعافية. طبعا نحن نشكرك على حضورك معنا أستاذة مطلوبة من خلفان البلوشية على هذا الإيضاح. العفو، وانتم بعد مشكورين على استضافتي هذا اليوم في برنامج قهوة الصباح، وشكرا، الشكر للأستاذ سلطان العامري، وشكرا لسعيد البداعي، وشكرا للأستاذ يحيى البراجدي، وجزاكم الله الخير. الآن طبعا انتهت فقرتنا لليوم، وطبعا تكلمنا عن اليوم الدولي لذوي الإعاقة، يجب أن أيضا نتعاون مع الجمعيات، وأن نسعى إلى إقامة ومشاركة هذه الفعالية بورش عمل، بمحاضرات، لتوعية المجتمع عن ذوي الإعاقة. شكرا لكم وإلى اللقاء.